تنساوش بانه راه تنسى 11,750,000 درهم قبور واحد في يديرها ما تيترفضها المعلن تاعكم كله عندنا. انا شخصيا باغي نبدل المجلس الاداري داك ثلاثه ديال الادمنستراتور، بغينا نديرو واحد 5 ولا 6 على الاقل ديال الادمنستراتور باش يستمروا تكون شويه لا بيرفورمانس تتبع. هذا عام دابا هذا السيرفيس بريمانون كونترول عندي في المدينة راه وصلت الدرجة طيب. دابا عندنا الجمع العام عندنا عفوا المجلس الإداري زرادور دار 21 أظن دار 21 وفي مستوى الأعمال دابا طبقت عليهم واحد المسطرة، إلا بغا يدير كونكورس خصو يتشاور معايا، إلا بغا يدير مارشي خصو يحطو في البورطال. المصاريف الطارئة درهم واحد الحد ولو عندنا 10,000 درهم مقترحه قليله باش اللي يمكن له يعدي فهم يدير جونس بلا ما يترفر لافين، بمعنى انه ولينا دابا لا ميزون بلاس ديال واحد الفريق على المستوى اللي عندنا هذاك سيرفيس ريموت كونترول ما فيهش الا دافا، فيه نظافه وفيه رادار وفيه كذلك هذه الاناره. دونك ولينا تنوانتيو معاهم كلشي من ناحيه ديال التنظيم. بقات لنا حاجه اللي من بعد ما دابا نسترجعوا كل شيء نفكروا في هذاك الطاقم الاداري، واش هو هذاك، واش خصو يزيد، واش خصو ينقص، على حساب الديمونسيونمون اللي عندي، على حساب التبويه اللي غنشوف دابا اللي غادي يجي غنعرفوا كيفاش نطبقوا الامور. ولكن انا متاكد بانه كاداه البيتر بيرفورمون، والمشكل ماشي في الشركه وماشي في ذاك الماجورين ديال الشركه، لان دابا الماجورين ديال الشركه كتعطي نصيب، عارفين الحكومات عارفين شنو خص يدير. اي سون دي ميتي ولا الحاجه دابا هذه شركه خاصها ندعموها ديالنا خاصها ندعموها، الا حنا بقينا التمويل حلينا المشكل. الاشكال الحقيقي اليوم هو ديال التمويل، هذا الشيء الاخر كله اداري، والمصادر الاداريه حنا خدامين عليها وحده مور اخرى. اذا ما نقولكش تفضل شكرا سيدي الرئيس. عطانا السؤال ديالي دابا هذا الشيء ديال غيخرج هذا الاكسيون ولا تدخل الجماعه، وفي العلاقه بين الجامعه وبين سالانور في اطار هذيك الكونفونسيون اللي كانت واللي كانت عليها مجموعه ديال الملاحظات. دابا السؤال يعني واش عندكم صيغه جديده ديال هذيك الكونفونسيون؟ واش غادي ديروا اتفاقيه جديده بمقتضيات جديده
بالتزامات جديدة على الأقل بالنسبة للريزولتا، لأن هذه القضية ديال لوبليغاسيون ريزولتا كان فيها نقاط طويل. هاد الشركة جات بغض النظر على المساهمين، الشركة جات باش تحقق واحد ليكونومي على مستوى الاستهلاك ديال العراق، باش فعلا يمكن من داك الشيء اللي غنختصو يمكن نخلصو داك الخدمات اللي كدير من بعد. هاد الشيء ما تحققش. دابا هاد الكونفونسيون كلها فيها إشكال. باش قلت لكم واش عندكم رؤية واضحة هو أنها وقت هاد الشيء واش غنستعرضو هاد الاتفاقية اللي هي معقولة غير مرورو ديالها بوحدو في إشكال. كتقول له جي ار جي الطرف الاخر كيبقى تكمل ما كملش عليه فيك. اذا لا كونفونسيون الصياغه ديالها عليها ملاحظات بالجمله، دار واحد لاغمه باش نصححوا داك الشيء. كان هذا السيد مع الاس دابا ولا في الجامعه 100% 99% 100%. اذا واش غتجيبوا لنا اتفاقيه جديده مضمنه فيها هذا الشيء ديال لاغمه، ولا غديروا انا لاغمه، ولا غتغيروا الشراكه كلها؟ هذا هو السؤال ديالي. ما كانش شو تخلق مسموع عبد الرزاق، واش هذا الصوت غنمشي نخدم في اتفاقيه جديده ولا مازال ما كتعسهم من عند السيد؟ راه تدير درجه بدرجه، بمجرد ما هذه تم تفويض تحسهم المشروع القديم كله انتهى، ذاك الحلم القديم كله انتهى، الشركه اداه ديال الاناره العموميه، غنصاوبوا ميثاق جديد وغنصاوبوا كونفونسيون جديده، عاد نصاوبوا. علاش عاد نصور؟ لان ما نكتش انا مازال المجلس ما صوتلياش في الوزاره ما حشرت فيهم الانسان نمشي نخدم في اتفاق ندير نوجدوا اتفاقيه. المنطق هو هذا. ولكن دابا ذاك الحلم اللي كان ديال القوط الهضره بزاف ديال الانرجي وما عرفتش باش نوضحوا الامور. غنطلبوا من جديد بمعنى انه عندنا 99% من اللي نشريو الاسهم غنجلسوا نصوروا نسميوه افضل ولا نسميوه شنو ما بغينا غنطلبوا من جديد. هذا بمجرد ما يتم التوقيع على الاسهم عاد يمكننا نديرو. والا دي كل عام الى وليت ندير العمل المسبق بمعنى انه انا بحال ضامن المجلس ديالي وضامن الوزاره وضامن كل شيء. اذا ما التصور عندي واضح. الخطوات اللي خصني ندير واضحين. ميثاق الشركاء المحامي ديال الوزاره دافو كاتافي اللي تكلف هو اللي صوب ميثاق الشركاء. اذا مازال عندنا شنو اللي هو الاي سي يو. ولكن البرنامج تظهر لي خصنا تكون واحد لاسيني ديالنا باش نخدموا عليه. احسن ما يمكن ندير واخدموا عليه لان الا عطينا شي كتب دراسه ولا شي واحد. حنا باش نطلبوا غنطلبوا ماشي من الصفر. راه عندي دابا عندي دراسه شامله للمدينه شنو خصها. غنجلسوا بينا هنا ولا نوجدوا واحد نوجدوا واحد الاطار العام. وهذا الشيء ما يطلبش منا شهور. شهور نقولوا يدا في اسبوع. انما خصنا لازم نجلسوا منا المراحل، المراحل ديال الاقتناع والمراحل ديال التسمية عاد واضحة الإخوان؟ مصادفة إجماع النقطة الثالثة حنا نمشيو نقطة بنقطة ضروري مصادفة على النقطة الثالثة اللي تا هو اقتناع جماعة كتسمعوا شركة كوكسا المغرب بالإجماع شكرا. النقطة الرابعة فقط هي اتفاق الصلح هو الاتفاق اللي الشروط اللي تكلمت عليها بين إذا وافقها إجماع شكرا. نمر للنقطة الخامسة والتي تهم الموافقة على إعادة التداول بشأن مشروع القانون الأساسي لشركة التنمية المحلية لتدبير المواد المالية والرقابة. نقطة كاتبة المجلس كان ممكن تقريبا هذا الموضوع كثيرا. شكرا سيدي الرئيس. النقطة الخامسة المتعلقة بالموافقة على إعادة التداول بشأن مشروع القانون الأساسي لشركة التنمية المحلية لتدبير الموارد المالية والرقابة. مذكرة التقديم لقد سبق لمجلس الجماعة السنة أن وافق خلال دورته الاستثمارية المنعقدة في شهر مارس 2023 على إحداث شركة التنمية المحلية لتدبير الموارد المالية والرقمنة وكذا على مشروع القانون الأساسي لشركة التنمية المحلية هذه علما بأن فكرة إحداث شركة التنمية المحلية تعتبر كخيار تم تبنيه في إطار برنامج عام السنة 2022 وذلك من أجل مواكبة التطور الحاصل في مختلف القطاعات التي تدبرها الجماعة والحاجة إلى الآليات الملائمة للتدبير والتسيير وكذا على اعتبار أن شركة التنمية المحلية تعد آلية حديثة خولها المشرع الإقليمي للجماعات التراثية لتدبير مرافقها العمومية ومن أهدافها تحديث هذه المرافق وخلق النجاعة اللازمة وتقديم حلول مناسبة لتحقيق تدبير مبني على الفعالية والكفاءة
وذلك بتلاطم بدء تسيير المقاولات بعيدا عن العراقيل الاداريه بفضل المرونه التي يتسم بها القانون الخاص فيما يتعلق بالمعامله التجاريه والتدبير الاداري للشركه. وهكذا وبعد تنشيه الملف المتعلق بمشروع القانون الاساسي لشركه البنيه التحتيه لتدبير الموارد الماليه والرقمنه الى مصالح وزاره الداخليه قصد التاشيره اعيد بعد دراسته بعض الملاحظات. وهكذا عرضت او عرضت النقطه من جديد على انظار مجلس الجماعه خلال دورته العاديه لشهر اكتوبر 2023 في الجلسه الاولى المنعقده بتاريخ 5 اكتوبر.